وأنا أريد أن أقول كلمة مهمة هنا. جمعة الكرامة، كرامة ماذا؟ كرامة الجيش. يقولون نريد أن نعيد كرامة الجيش. هذا الذي يقود كرامة الجيش هو الذي دمر، هو الذي مرر كرامة الجيش الليبي في تشاد. هذا خليفة حفتر الآن الذي يقود، الذي يريد أن يعيد للجيش كرامة. أين أنت لما مرغت كرامة الجيش في تشاد؟ أليس الأسرى ذهبوا، مئات الأسرى الآن في تشاد ومرغت كرامتهم في التراب؟ وهذه الصور موجودة والأشرطة موجودة إلى هذه الساعة. أنا ما أدري الحقيقة، أحيانا تجد من المشقة من المعضلات توضيح الواضحات. يعني أنت الآن لما بتناقش قضية معقدة قد تبذل فيها جهدا وتبين فيها الخفايا وكذا، لكن لما تأتي لقضية أوضح من الشمس كيف تبين لمشاهد الآن أن هذا الذي يدعي أنه يريد كرامة، إعادة كرامة الجيش الليبي، هو الذي مر كرامة الجيش الليبي؟ أما كان ركن من أركان القذافي؟ أما شارك في انقلاب 69؟ كيف سيعيد كرامة الجيش الليبي؟ أما هو الذي انقلب حتى على الجيش الملكي؟ هو هذا نفسه انقلب على جيشه وساهم في انقلاب على الجيش الملكي، وهو الذي كسر الجيش في 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 تشاد. اليوم يريد يعيد كرامة الجيش بهذه الطريقة. أين العقول يا أخي؟ أنا والله أستغرب أحيانا. تجيبوننا شخص، إحنا معاك غرج، جيبوننا شخص وطني ومستقيم وذو خلق وضابط في الجيش، نريد أن نؤسس به الجيش. نحن ضد كل من يقف ضده، سنقاتله حتى لو كانوا أنصار الشريعة، حتى لو كان أنصار الشريعة أو التيار الإسلامي، سنقف مع هذا الضابط المحترم الجيد الذي الوطني المتدين صاحب السلوك الحسن. جيبونا من يؤسس لنا الجيش وكلنا سنقف. ثم تهمة الإرهاب، قضية الإرهاب وشماعة الإرهاب. أين العالم الواحد في ليبيا اليوم الذي قال نحن مع الاغتيالات أو أجاز بفتوى أو حتى بكلمة، سواء من منغازي أو من منطقة شرقية أو منطقة غربية أو علماء كبار أو صغار أو حتى مش علماء، حتى دعاة عاديين قالوا نحن مع الاغتيالات ومع القتل ومع التفجيرات؟ من أين جبتوها هذه؟ إذا كان يوجد شخص أو اثنين، لماذا تعممون؟ أين الإنصاف؟ هذا الذي خرج الآن في جمعة كرامة بنغازي قتل بسببه وبسبب قنواته مئات وجرح مئات. هذا هو الإرهاب. يدفع ثمن الإرهاب، هذا ثمن إرهاب القنوات وإرهاب العساكر، هؤلاء أبناء القبائل وأبناء المدن والبسطاء المساكين. يخرج يريد جيش ويريد شرطة ويريد أمان مدفوع من قبل القنوات، معمى أن هؤلاء هم الذين يحرمونك من الجيش والشرطة ومن الأمان. وذاك جالس أباطرة الحرب ووزراء الحرب في جالسين في الإمارات وجالسين في الرجمة وجالسين هنا وهناك على ضواحي طرابلس وأولادهم منعمين، ويدفع الثمن أبناء الشعب الليبي. ولذلك هنا كلمة مهمة، لعل باعتباري أنا باحث وأتابع هذه القضية، الأمر راه ليس بقضية حشد الجيوش ولا حشد الدبابات ولا الطائرات. إذا كان قد دخلنا في قضية القتال هذا وقتال المدن وقتال الشوارع، فإن الدم سيسيل كثيرا. ما هيش القضية تنتهي، أنت حتى غدوة دخلت إلى طرابلس وسيطرت على طرابلس لن تنتهي. هؤلاء الذين أتكلم عنهم، وإذا دخلنا في قضية أن هذا إرهاب وقضية إسلاميين وبيحرروا والله بقضية بيروها دي جهاد ولا بيروا كذا، راهو بيستخدمونك حاجات عجزت أمريكا عن إيقافها. غدوة بتنوت تلقى عمارة طايحة مفجرة، غدوة بتلقى شاحنة ضاربة مدرسة ولا ضاربة معسكر ولا ضاربة أي شيء. اليوم إذا كان فيه كتائب الدروع ولا كتائب تستطيع على الأقل تتواصل معها ولا تحترم في المفتي ولا تحترم في الفغادة، ما تعرف من الذي يقاتل. تستيقظ في الصباح تجد معسكر مدمر بشاحنة مفخخة ولا حتى بأكرمكم الله بحيوانات ودواء حرب، ما عاد تفهم لا أول لها ولا آخر. الصومال مهما حشدت اليوم حتى القوة التي جاءت إلى طرابلس هذه لا قيمة لها في حرب المدن وحرب الوحدة. أمريكا بقدها وقديدها ما استطاعت أن تنهي الحرب في أفغانستان ولا في العراق ولا في الصومال ولا في كذا. ستصبح حرب مفتوحة لا حتى العاقل لا يسمع قوله. تصبح نستيقظ على أصوات الرصاص وننام على يرزقنا الأمن والأمن. هذا للعقلاء. لذلك أنا أقول اليوم على العقلاء من جميع المناطق، من جميع القبائل، من جميع كذا، هل يسمعوا هذا كلام دقيق؟ رأوا إذا دخلت هذه القضية لن تحسن بحد السيف، لن تحسن بالسلاح. مهما حشدت أنت من المدرعات وأتيت بها من الخارج ولا أتيت بها من الداخل، لن تحسم المعركة بحد السيف. سيارة واحدة مفخخة قد تذهب لك بمية من قبيلتك. مية، وأنا قلت هذا من قبل. إذا دخلنا في هذا المعترك اليوم، مدام يوجد ناس يسمع لنا على الأقل نتواصل معهم، اجلسوا. لابد للعقلاء أن يجلسوا. دعونا من هؤلاء شربة الخمور والذين يخرجون في القنوات مغيبين عقولهم، بعضهم حتى لا يستطيع حتى يجمع كلمتين على بعض. دعونا منهم هذا، وليخرج العقلاء وليضبطوا مناطقهم وقبائلهم وأناسهم. ونحن والله أنا ومن حولي من العقلاء
الذين أتواصل معهم ليس عندنا إشكال أن تحكمنا عائلة ولا قبيلة من مصراتة ولا من الزنتان ولا من ورفلة ولا من قارحة ولا من العبيدات ولا من بنغازي ولا من طرابلس. المهم الصادق الأمين. نعم. يجون ناس عقلاء ويحكموا وإحنا وراهم ونقف معهم حتى النهاية. نعم. طيب جزاك الله خير دكتور علي.